مودريتش، رونالدو، وينو يصاب جول 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 التورنادو التورنادو رونالدو الطائرة المغيرة ما ترحمش مع كريستيانو ما تحكيش مع رونالدو ما تشكيش هو مرعبهم هو مفزعهم منه كل الحراس اكيد تخاف عنده اجمل الاهداف يا ناس الشباك منه تعاني باليسار استر يا ستار رونالدو محقق الاماني رونالدو منه الشباك تعاني افضل ما في الكره عنده ايش ما زال يحب كريستيانو المثير رونالدو العجيب والرهيب ليست مطمئنة لكن كبير جدا في مستوى هذا الثاني هذا الثاني جول الهدف الثاني بأقدام فرنسية ريال ذهبي ميرينجي متحدي ترسانة هجومية مدمرة وقوية راحت فيها الكاتبة الأندلسية الريال في هذه الأوقات في الكرة أهل الغرام يملك أجمل أقدام يعيش في أحلى أيام حقيقة منظومة مدريدية ملكية مارتشيلو في البداية بنزيما في النهاية والفرقة الأندلسية فاتها القدر في هذا المشوار قداش من اشعار قالوا فيك يا ريال سلطان اوروبا تاج رونالدو مودريتش هجوم منظم مودريتش مودريتش يراوغ مودريتش يوزع يا سلام يا سلام على اجمل اقدام نهايه الشوط الاول ولا في كل الاحلام رونالدو وحده وحده والمهارة والشطارة امامكم الحارس الرايع روبرتو الفاريوس اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب نو كومنت هذا هو ما معنى الكرة الذهبية العالمية مشاهدينا الكرام اكيد 0-0 الشوط الاول الاثارة متواصلة مع بداية الشوط الثاني